معلم ربنا يديك الصحة يا شيخ البلد. تعيش يا ابو العاطي. الكل وصل ومستنيك يابا، حتى حامد وصل. اشمعنى حامد يا اخي؟ قدمت لهم حاجة طيب؟ ايوه طبعا. جهزت الغداء يا ام صافية؟ ده كلام. ايوه طبعا جهزت كل حاجة، مش محتاجة وصاية. طيب يا ست احنا اسفين. خلاص بقى. عدم الوقت اتأخرت عليكم. ولا يهمك، ما انت شيخ البلد ومن حقك تتدلع علينا براحتك. ماشي يا حاج شهاب، اتمسخر. لا اتمسخر ايه، حاشا لله حاشا لله يا كبرني. هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ انت مسحوم من لسانك كده ليه؟ ما تسيب الكبار يتكلموا الاول. حاضر يا حاج شهاب. شوف يا شيخ سليم، ادب بمهولك، ما تحضر كيلو تتعفر دقنك وتتعب في شيله. العركة دي ما تخصناش، العركة دي يا اخوانا تخص المماليك، هم اللي حاكمين البلد وهم اللي لازم يدافعوا عنها. ايه الكلام ده يا حاج شهاب؟ البلد دي بلدنا احنا مش بلد المماليك. صابر، عندما يتحدث الكبار تسكت وتسمع. انا اسف ياما. ايوه اخوانا، بس ادينا شفنا الفرنساوية جايبين زحف وشالوا كل جيوش المماليك قصادهم. طب وانت عايز ده احنا بقى اللي نتصدى لهم علشان يمسحونا احنا كمان من على وش الارض؟ يمسحوا مين يا حاج شهاب؟ انا اسف يابا، المماليك دول خيش وقش وملهمش جدر هنا، احنا لو اتوحدنا احنا اللي هنعرف نحميها. ما تتكلم يا حامد. تلاقي الست الوارده محرجه عليك، اتكلم ولا حاجه. اعمل سالك يا عمران اللي هشهولك. اقعد انت اهو، ايه الادب دي؟ مش فيك بقى، بقول اقعد اقعد. مؤاخذه يا عم الشيخ. ايه والده مش والده؟ اتكلم فارغ ده. معلش يا حامد، حقك عليا، واد لسانه زارب صحيح. طب خلينا نسمع، ايه قولك يا حامد؟ يعني بقول نعمل اللي فيه مصلحة أهل البلد، ويبعد عنهم الأذى. الحق يا شيخ البلد، المماليك جايين على هنا. الله. طب يلا، يلا يا شيخ سليم. يلا شوفهم عايزين إيه. قدوة عزيزة جلال بيك. يا مراحب يا مراحب يا جلال بيك. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا خط عزيز. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضل. يا مرحبا، يا مرحبا. اهلا اهلا. اتفضل اتفضل. بس يا عمران. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. لازم تتكلم انت يا حامد، مش هينفع نسكت ونسيبهم يعملوا كده في اهل البلد. قلت ايه يا شيخ البلد؟ اللي تؤمر بيه يا جلال بيك. عايز المنادي ينادي بكرة في البلد بعد صلاة الظهر، يجمع الناس كلها علشان ينقي منهم اللي هينفع يحارب معانا. أوامرك أوامرك يا جلال بيك.